الادويه. والشكر الكبير والترحيب الدائم بالدكتورة إيمان شنقيطي، الشريك الفعال والمؤازر لتخطي كل العقبات والتحديات اللي عم بيعيشها لبنان بهالظروف الصعبة. وبدي أقول أنه تعاوننا هذا الوثيق هو اللي منأمل عليه مستقبل زاهر، اللي ممكن نعطينا أمل أنه نطلع إلى المستقبل حقيقة بعين من التفاؤل، لأنه ما فينا نغرق بهمومنا وشجوننا وتحدياتنا، لبل بدنا نحن نكون دايماً عم نقطف، أو خليني أقول مش عم نقطف، عم نقول عم نحول التحدي بظروفه الصعبة إلى فرصة، مثل اليوم اللي عم نعمله. هذا نتاج التعاون مدير عام السابق والدائم كمان معنا دكتور وليد عمار، مع فريق عمله، مع المدير العام دكتور الأستاذ فادي سنان، أنه كمان نحن بدنا نشتغل نكمل المشاريع ونبني لمشاريع ونأسس لمشاريع، لأنه مسيرة التنمية واستراتيجية استدامة التنمية خاصة بالقطاع الصحي هي رؤية لازم تكون واضحة ونصب أعيننا. دكتورة كولات رعيدي رئيس مصلحة الصيدلي ما عم بتوفر جهد ولا تألو جهدا، خاصة نحن اليوم بظل سياسة ترشيد الدعم على الأدوية على القطاع الدوائي، وبالتالي بده مؤازرة نستفيد فيها من خلال البرامج التقنية والمعلوماتية هي الحديثة اللي نستفيد منها لحتى فعلا نتغلب على كثير من التحديات والهواجس اللي عم بتواكب حياتنا الدوائية اليومية اللي عم نعيشها بلبنان. خليني قبل ما احكي شوي عن المشروع بس اقول انه كورونا ماشية وان شاء الله نحن مأزرينا، ان كان من خلال التتبع او الترصد او التقديم العلاج الوقائي او الاستشفائي او التحضير للقاح، اللي كان عندنا اليوم جلسة صباحية بخصوص الموضوع، تحضير الارضية والبنى التحتية وادارة المشروع ككل من خلال اللجنة الوطنية اللي تأسست، انه هو كلهم بميل، ولكن ابدا ما كان غايب عن نصب اعيننا انه عندنا في مشاريع حياتية ضرورية صحية يجب ان ننهض بها ونؤسس لها. منها على سبيل المثال، واليوم ان شاء الله رح نكون مع اطلاق العمل ببعض المؤسسات الاستشفائية اللي جاهزة للعمل، واللي خاصة بهالفترة ما لازم نتأخر عن إطلاق العمل فيها. بعدنا عم رغم كل هاي الشجون اللي قلنا عم نشتغل على مشروع السياحة الاستشفائية، لأنه مش ممكن توقف الحياة، بدنا نضلنا مزبوط في كورونا، ولكن كورونا بدنا تعيشنا معها ونتفوق عليها بقدراتنا وفكرنا وسلوكنا. بدنا كمان نكون عم نأسس مثل ما قلت، مشان هيك ما فينا نغفل عن انه في سياحة استشفائية، في مختبر مركزي، لانه اللي عم نعيشه كمان بترشيد الدواء في رهان على الصناعات الدوائية الوطنية. اذا في ترشيد وتتبع من خلال هالبرنامج الـ2D باركودينج، وبنفس الوقت في عنا مختبر مركزي يعتبر هذا طموح صار هو كان حلم ولكن هلأ طموح واقعي ممكن يتطبق قريبا مع اتباع استراتيجيات صحية حديثة. بدي أرجع للمشروع. المشروع منعرف عنينا هالفترة نحن من أكثر من معضلة ومشكلة بسوق الدواء، ولكن بدي حيي الجميع، النقابات، نقيب الصيادلي، نقيب المستوردين، نقيب مصنعي الأدوية، المستودعات اللي رحنا زرناهم بلغة لطيفة وكنا عم نتعاون نحن وياهم لنشوف وين في خلل. مزبوط انه اخذ منا جهد وتعب وتتبع واوقات احراج، لانه مش كل مين حدا بتزوره انه لازم يكون هو لا سمح الله مرتكب. لا، كنا نحن عم نروح
لحتى نحدد الخلل، إن كان على الاستيراد والاحتفاظ ببعض الكميات بالمستودعات أو عند الوكيل، أو من عدم عدالة نوعا ما بتوزيع، أو حجز الدواء ببعض الصيدليات، أو في تهافت من المواطنين لحفظ أدوية عندهم، كله هذا عمل مشاكل. وكان بصعوبة بمكان أنك تقدر تضبط كل هذه الجزئيات الخلل اللي كان صاير لولا أنه ما تعاوننا جميعا. تعاوننا، ليش ما بدنا نقول أنه من 3 أشهر كيف كان سوق الدواء ومشاكل الدواء وهلأ كيف صارت نسبة 70% أو 80%؟ إذا بوافقني النائب من الدواء انحلت، يمكن في بعض الأدوية اللي في مشاكل بتسريع المعاملات واللي وعدنا حاكم مصرف لبنان أنه نسرع فيها، ولكن الضجة الكبيرة بموضوع الدواء والخلل بالدواء بعتقد إن شاء الله خفت لنسبة كاملة. ويجب أن تستمر هذه المنهجية بالتتبع، ولكن اليوم بوجود عندنا صار في سيستم تتبع بيغنينا عن كثير من الجهد الميداني والمتكل بأساسه على الكوادر البشرية والفنية، لنروح على برنامج بيتبع الدواء من أول ما يوصل الدواء إلى لبنان مهما كان هذا الدواء وتصنيفه، إلى وصوله إلى المستودع، من المستودع للصيدلي، ومن الصيدلي إلى المواطن المريض اللي بحاجة لهذا الدواء. إذن بالتودي باركودينج صار في عنا هذا السيستم التتبع، مثل ما تفضلت مدام لينا أنه بلشوا صار في عنا شبكة ربط لكل مستوردي الأدوية ومستودعات الأدوية، ويبقى على الصيادلي الزملاء الصيادلي أنه بالفترة القريبة خلال 2 أو 3 لازم يمشوا معنا بالسيستم، وعم نحاول إن شاء الله مع الـ WHO أنه نقدر نساعدهم. أنا كنت عم بحكي مع الدكتورة إيمان أنه اليوم الصيدلي يعاني ما يعانيه، وبالتالي الباركود ريدر حتى لو كان بسعر زهيد، ولكن بما أنه الصيدلي بعده هامش الربح عنده كتير محدود، ممكن عم بيعملوا دراسة لاحتمال أنه يساعدوا الصيدلي بتأمين هالبار كود ريدر. إذن شو ممكن عم نعمل؟ ممكن عم أول شيء عم نأمن وصول دواء فعال وآمن وبصدقية موثقة، يعني في تتبع موثق وين اختفى الدواء. بنفس الوقت في مكافحة للتهريب، لأنه دعم الأدوية بده مكافحة التهريب، لأنه في كتير رح يستفيدوا من هذا الدعم ومن تضخم سعر الصرف ويأخذوا هالأدوية عبر المطار أو الحدود البرية أو البحرية، وهذا الدواء يتهرب. صار اليوم من خلال هالسيستم هالبروغرام اللي تنزل صار قادرين نحن نتبعهم ونعرف وين عم ينبيعوا هالأدوية، وبيكونوا كمان عم يستجيبوا الزملاء الصيادلي للزملاء الأطباء من خلال طلبهم الدائم والمستمر بالوصفة الطبية الموحدة، خاصة للأمراض الأدوية المستعصية والمزمنة واللي بتكون باهظة الثمن، ومنكون نحن كمان عم نحارب التهريب وبين هلالين الغش إن وجد، لأنه في أوقات أدوية بتكون مهربة، أدوية مزورة، أدوية أصلية ولكن مستوردة بظروف منا أوبتيمال، وبالتالي بتأثر على جودة الدواء. من خلال هالبروغرام هالسيستم بنكون فعلا نحن عم نوفر جهد، خاصة أنه عنا فريق التفتيش الصيدلي ومصلحة الصيدلي عندهم هن كواليفايد إناف ليقدروا يتبعوا ويطوروا ويساعدوا الصيادلي. نحن الهدف مش تتبع ومحاسبة الصيدلي، بالعكس التكامل والتعاون لحتى نكون عم نشتغل على بلاتفورم كاملة لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين. إذن في عنا كمان منع الاحتكار، لأنه نحن إذا اتبعنا المستورد والمصنع والمستودع والموزع كمان بده يسمحوا لنا أنه في بعض ممكن يحتجز الدواء عنده، يمكن يقول في رفع
سعر رفع أو ترشيد دعم الدواء يمكن تغلى بعض الأصناف وبالتالي يروحوا على حجز هالكميات. مشان هيك هالبرنامج بيكون عم بيساعدنا على كمان أنه عند الصيدلي ما يكون هالستوك موجود وعم بيتحول كمان كل منزل صغير إلى صيدلية مؤقتة. وآخر شيء بالإضافة لكل تفضلت فيه مدام لينا أنه في عنا تحديث سريع لقاعدة البيانات إن كان لتوجيه الصنف بتوزيعه جغرافيا بعدالة من منطقة لتانية، لأنه ما بيهمني بس يجيب الكمية بدها توزع بعدالة على كل الأراضي اللبنانية، أم كان أنه بتحديث قاعدة البيانات أنه والله أنا هالصنف نقص بالسوق مقطوع من السوق في منه زيادة بالسوق، هي كلها بترشد استهلاك الدواء وضبط سوقه بحيث ما كمان كتير نجيب كميات تتلف أو كميات تصير عرضة لإجراءات غير قانونية وغير نظامية وغير منضبطة، وبالتالي بنكون عم نفقد بمكان ما تتبع أو مراقبة هالسلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن. أخيرا بدي أقول أنه لإنجاح أي شيء بدنا نتعاون، والتعاون موجود ووثيق، نوطد هذا التعاون، بدنا نربط بهذا النظام كل الأطراف اللي معنية. مثل ما قلت بالمرحلة الأولى هن الأساس الثلاثة، ولكن بالمرحلة الثانية تباعا سيصار إلى ربط الصيدليات بهذا النظام، وإن شاء الله نكون حققنا أكثر من هدف بإجراء تقني راقي كل المشاركين فيه هدفهم وعنوان العريض فيه هو خدمة صحة المواطن ومراقبة الأمن الصحي، وإن شاء الله هيك نكون نحقق هذا الهدف رغم كل الظروف القاهرة اللي عم نعيشها. شكرا لكم، ممنونكم دكتورة إيمان، إن شاء الله بتضلكم على محبتكم وغيرتكم على الصحة العامة.